منتابع لقاءاتنا من يوم جديد بلقائنا التالي بصرنا نستقبل معنا دكتور ماجد جابر منسق عام المؤتمر التربوي حتى نحكي أكثر عن المؤتمر يلي رح يصير بين 25 و 26 شباط، نحكي عن التحديات للمناهج الدراسية ونحكي عن الأهداف المحاور وأكيد مواصفات الأبحاث يلي رح تتقدم. أهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيك ألف عافية. تحية لك لجميع المشاهدين. 25 و 26 شباط نحن بانتظار هالمؤتمر، إذا بتخبرنا بشكل عام عنه وتخبرنا لأي درجة هو مهم لمستقبل لبنان لمستقبل المناهج الدراسية بلبنان. أول شيء هو مؤتمر يندرج في إطار نشاط يقيم مشروع منهجنا. مشروع منهجنا هو مشروع بمبادرة كولا بلاند. الهدف من يعني بتقوم فيه هيدا بالأساس أو اللي أنشأته لهيدا المشروع هو مركز الدراسات اللبنانية بالتعاون مع إسبيريشن جاردن. بيهدف هيدا المشروع، خلينا نحكي أول شيء عن المشروع اللي انطلق أو انبثق منه هيدا المؤتمر، بيهدف إلى يعني وضع يعني يهدف إلى إحداث تغيير في السياسات التربوية بما يفضي إلى وضع منهاج تربوي جديد، وينطلق من مجموعة دوافع أساسية تهدف إلى تحقيق جودة التعليم والتطوير الاجتماعي والاقتصادي وخلق المواطن المتعلم الذي يتمتع بالمهارات العالية. إذن هذا المؤتمر هو مؤتمر منبثق من مشروع منهجنا بالدرجة الأولى، سيأتي أو سيقام في 25 و 26 شباط القادم. هو مؤتمر سيكون افتراض يعني بطريقة افتراضية عبر الزوم نتيجة الظروف الصحية بشكل ضروري أو بشكل أساسي، هذا هو السبب الأساسي وراء أنه كان افتراضيا، كان من المزمع أن يكون مدمج في البداية. هو مؤتمر يتوخى بالدرجة الأولى الإضاءة على التحديات الأساسية التي تطال المناهج اللبنانية. إذا نظرنا إلى نحن إذا واقع المناهج اللبنانية نجد أن ثمة التحديات تحيط بهذه المناهج. المناهج مدى على وجودها أكثر من 25 عام، لم تتعدل، لم يتم تطويرها. ارتأينا وجدنا أن الحاجة الملحة لتطوير هذه المناهج تنبثق من أمرين أساسيين هما التربية المواطنية والعصر الرقمي. المناهج الحالية التي مضى على وجودها مثل ما قلت 25 عام لم تنجح في تحقيق المواطن الذي يتمتع بالمهارات المواطنية اللازمة، أيضا لم تواكب العصرنا. إذن هو مؤتمر بالدرجة الأولى يريد أن يضيء على هذين النقطتين الأساسيتين بما يفضي إلى تعديل المناهج بطريقة صحيحة. أطلقنا هذا المؤتمر وطلبنا مشاركات بحثية من باحثين فاعلين قاموا بالإضاءة على هذه النقاط، تحديدا التربية المواطنية والعصر الرقمي فيما يخص المناهج تحديدا. ثمة حتى الآن هناك اهتمام كبير بهذا الموضوع، ثمة مشاركات مهمة ستكون في هذا المضمار. المؤتمر بطبيعة الحال كما هو يظهر في الورقة رح نشوف نحن كمان بهيدا الوقت دكتور كل الماتيريال اللي حضرت لنا اياه كرمال كمان يتعرفوا اكثر المشاهدين عن شو عم نحكي. نعم، هنا المقدمة. المقدمة هو المبررات التي أفضت إلى وجود هذا المؤتمر. قلنا أن التربية المواطنية ليست حصرا على مادة تعليمية واحدة. للأسف دائما كأننا نقول أنه يجب على الطلاب أن يحفظوا بعض القوانين وبعض الحقوق في كتاب التربية المدنية، لكن لا نذهب إلى الممارسة العملية، وهذا ما ظهر جليا في ممارسة المواطنين خاصة الشباب الذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الممارسات الوطنية، فقط اتخذوا من مادة التربية المدنية مادة للحفظ ويذهبون إلى الامتحان ثم يقدمون ما حفظوه عن ظهر قلب وينسون الممارسة العملية التي ينبغي. التربية المواطنية تأخذ بعدا أكبر من هذا، هي تربية تتوخى خلق المواطن الذي يتمتع بالكفاءة والثقافة والمسؤولية المجتمعية الأساسية. إذن في المقدمة كان هناك مبررات لهذا المؤتمر أن هذه المناهج الأخيرة لم تسير على منوال المناهج الحديثة في الدول المتقدمة التي تأخذ التربية المواطنية أساسا في تعديل مناهجها والعصر الرقمي. تأخرنا كثيرا عن ركب المجتمعات المتقدمة على مستوى المناهج، وهناك حاجة ملحة لإعادة التطوير والتأهيل تحديدا في هذين العنصرين. إذن هذا كان
ثم وضعنا أهداف هذا المؤتمر. أهداف هذا المؤتمر بطبيعة الحال تتوخى وضع يعني فتح باب النقاش وتقويم واقع المناهج اللبنانية الحالية في ضوء التحديات، هذين التحديين تحديدا التربية المواطنية والعصر الرقمي، وتبادل الخبرات، وفتح الباب أمام الباحثين التربويين حتى يقدموا نتاجاتهم التربوية والبحثية في هذا المؤتمر. هنا المحاور، كما نلاحظ المحاور لدينا التربية على المواطنية في لبنان الواقع والمأمول، كان هذا المحور الأول. نريد أن نعم أن نضيء بشكل عام على هذا الواقع التربوي أو على التربية المواطنية بشكل عام، ثم ذهبنا إلى موضوع المناهج تحديدا، كل مادة تعليمية أو المواد التعليمية أين دور التربية المواطنية في هذه المواد. في المحور الثاني كما يظهر مناهج مادة الاقتصاد والمواد العلمية، ما هي عناصر التربية المواطنية التي يجب أن تنضوي أو تندرج في هذين المادتين أو هذه المواد. ذهبنا لاحقا إلى المواد الأخرى المتعلقة في اللغات، دور اللغات في التربية المواطنية. اللغات تلعب دورا كبيرا من خلال النصوص، من خلال الأشعار، هذه الأمور تلعب دورا كبيرا في تعزيز التربية المواطنية. في المحور الثالث أو المحور الرابع تطرقنا إلى مواد التربية المدنية ومواد الاجتماعيات، تلعب دورا كبيرا، تحديدا مادة التربية المدنية هي المادة الأساس أو مادة التنشئة المدنية تلعب دورا أساسيا. وهنا يجب أن نفرق بين أمرين مهمين، هناك خلط كبير بين التربية المدنية والتربية الوطنية والتربية المواطنية والمواطنة، البعض يخلط بين هذه الأمور. التربية المدنية تتوخى أو تهدف إلى خلق الحس المدني، أي جعل المتعلم يعرف بالحقوق والواجبات المدنية. التربية الوطنية خلق الحس الوطني، الولاء الوطني، التعاطف مع الوطن، الإحساس بالوطن. بينما التربية المواطنية تشمل كل هذا وتذهب إلى أبعد من كل هذه الأمور، هي تتوخى خلق المواطن الذي يتمتع بالكفاءة والمسؤولية والمهارات والمعارف التي تنضوي في إطار هذه الأمور. ثم ذهبنا إلى أنواع المتعددة من المواطنة، ذهبنا لنتكلم عن المواطنة الرقمية في المناهج، المواطنة العالمية، المواطنة البيئية، التنمية المستدامة، تحديات المناهج في التربية المواطنية، وأخيرا أردنا أن نتكلم عن المناهج الدراسية ومتطلبات العصر الرقمي كما لاحظنا في الآونة الأخيرة، خصوصا في ظل التعليم عن بعد. كم ظهرت هذه المناهج متأخرة خصوصا على مستوى التعليم عن بعد، عدم وجود منصات، عدم وجود محتوى رقمي، عدم وجود تدريب رقمي للمعلمين، عدم إلمام المتعلمين بالكفايات الرقمية. إذن هذا المؤتمر يأتي ليضيء على كل هذه الأمور حتى نرسم أو نلفت نظر القائمين على السياسات التربوية تحديدا والقائمين على تعديل المناهج أن هذين الأمرين، التربية المواطنية والعصر الرقمي، يجب أن يكونوا في أولويات تعديل المناهج اللاحقة حتى نكون على مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي والتربوي، ويليق بخلق المواطن الذي يتمتع بالمهارات المواطنية الملحة والضرورية والعاجلة. في مشاركة من برات لبنان ولا كلهم لبنانية رح يكونوا يعني الحضور مين رح يكون كمان؟ نعم، هي دعوة عامة، يمكن المشاركة من خارج لبنان، لكن يجب أن تكون المشاركة ضمن محاور، يعني تندرج في إطار محاور وأهداف المؤتمر. بطبيعة الحال هي مشاركة عامة من خارج لبنان ومن داخل لبنان لمن تتوافر فيه الشروط ومن يلتزم بالشروط التي تحدد أهدافه المؤتمر. نعم. وأكيد إذا بدنا نحكي عن المواصفات يلي حددتوها كرمال أي بحث يكون عم بيتقدم بهذا المؤتمر، شو هي هالمواصفات؟ بطبيعة الحال يجب أن يتصف البحث بالأهداف الأساسية العلمية أو بالعناوين العلمية على مستوى أول شيء، يعني أن لا يكون مقتبسا، أن لا يكون منشورا سابقا، أن يتوخى الشروط العلمية للمشاركة على مستوى الكتابة، على مستوى الاقتباس، على مستوى الأهمية، على مستوى الأهداف، على مستوى الصياغة، على مستوى الفرديات، أن يتمتع بالشروط الشاملة لأي بحث علمي. لكن بطبيعة الحال هو لن يكون بحثا كبيرا، هو سيكون بحثا علميا مقتضبا تتوافر فيه الشروط العلمية الأساسية للمشاركة. والأهم من كل هذا، يجب أن ينضوي ويندرج في إطار محاور المؤتمر، يجب أن لا يكون خارج عن هذه السياقات، وإلا لن نحقق الهدف المرجو من هذا المؤتمر إذا كان هناك مشاركات لأبحاث خارج سياقات المؤتمر، وبالتالي سوف يكون عندنا ازدحام واحتشاد للأبحاث
دون فائدة مرجوة، نريد أن نسلط الضوء تحديدا على التربية على المناهج وما يتعلق بالتربية المواطنية والعصر الرقمي. وكيف عم بتلاقوا مستقبل المناهج بلبنان أو مستقبل كمان التربوي بلبنان في ظل هالمشاكل يلي عم نعيش فيها، ودايما يمكن الحكي على أنه نحن عم نتراجع لورا، وعلى أنه كل شيء وحتى اللي خصه بالمواطنة واللي خصه بكل شيء ممكن نحكي عنه عن التربية عم بيتراجع لورا، ولأي درجة عم بتسلطوا الضوء على هذا الموضوع حتى على القليل نتقدم؟ للأسف مضى على وجود المناهج في لبنان 25 عام، وهذا دليل قاطع أنه في لبنان لا يوجد هندسات تربوية بالشكل الصحيح. هذه الهندسات التربوية تقع على عاتق السلطة السياسية. السلطة السياسية تدير الظهر للقطاع التربوي، تدير الظهر بشكل كبير للنظام التربوي، الاهتمامات في مكان آخر. لا يوجد أي دولة في العالم يمضي على منهاجها 25 عام دون تطوير. تأخرنا كثيرا كثيرا كثيرا، وللأسف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تلحق بالوطن تجعل السياسة التربوية تغفل أكثر فأكثر عن الاهتمام بالواقع التربوي في لبنان. نحن من هذا المؤتمر تحديدا ومن المبادرة الأخرى التي يقوم بها آخرون نريد أن نقول أننا لن نستسلم إلى الواقع الصعب الذي يعيشه الوطن. نعيش في ظروف صعبة، لكن هذا لا يجعلنا نيأس ونستسلم. نصر على المشاركة وعلى إيجاد المبادرات المضيئة التي تريد أن تنهض بهذا الوطن وتريد أن تضيء على الواقع التربوي الأهم في بناء الوطن والأهم في نهوض الوطن، لأنه إذا أردنا أن ننهض بهذا الوطن يجب أن نخلق المواطن الواعي المفكر الناقد المحلل. للأسف هذا المواطن الذي لم تنجح المناهج الأخيرة أن يخلق، ولم ترضى له السياسة التربوية أن يكون. للأسف في لبنان السياسات التربوية المتعاقبة لم ترسم السياسات التربوية اللازمة لخلق المواطن المتمتع بالمهارات اللازمة. الممارسات المجتمعية التي نراها على أرض الواقع تؤكد ذلك. لم ننجح في خلق المواطن. تعامل المواطن مع الأزمات المختلفة على أرض الواقع تدلل أن هذا المواطن لا يتمتع بالممارسات أو لا يتمتع بالمهارات المواطنية اللازمة. أمام كل أزمة نراه خاضع لهذه الأزمة، لا يحلل بالشكل الصحيح، لا يتخذ القرار بالشكل الصحيح، لا يملك التفكير الناقد والبناء بالشكل الصحيح، لا يملك الوعي الثقافي، الوعي السياسي أو الوعي التربوي أو الوعي المجتمعي بما يكفي حتى يستطيع أن يتعامل مع الأزمات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. كل هذا مسؤولية السلطة السياسية التي لم تنجح ولم تبادر ولم تسعى إلى تحقيق أو تعديل المناهج بشكل صحيح. لماذا؟ لأنه ما هو المنهاج؟ إذا أردنا أن نعطي تعريفا أساسيا للمنهاج، المنهاج هو البرنامج التربوي الذي تضعه السلطة السياسية. عندما تتردد السلطة السياسية عن عدم إيجاد منهاج علمي يحقق ملمح المواطن الذي يتمتع بالمواصفات الوطنية اللازمة، نحن أمام فشل. للأسف نحن نريد أن ننهض بهذا الوطن. هذه المبادرة واحدة من عشرات المبادرات التي يقوم بها بطبيعة الحال زملاء كثيرون في هذا الوطن حتى ننهض، حتى نستمر، حتى لا نستسلم للواقع، حتى نريد أن نسلط الضوء، أن نلفت نظر القائمين على السياسة التربوية أنه يجب أن نغير، أن يجب أن نعدل، يجب أن ننهض بهذا الوطن بشتى السبل. شكرا لك دكتور جابر، بانتظار المؤتمر 25 و26 شباط عبر تطبيق زوم. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله بالفعل تكون كل هالمبادرات عم تخدم المناهج اللبنانية والتربية اللبنانية. شكرا لاستضافتكم، يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا بريك صغير ومنتابع. We'll be right back.